والله انا بقالي شهرين برا بيتي، يعني بقالي شهرين برا بيتي انا وامي، ولا شغل ولا عارفه اعمل اي حاجه. يعني انا لبسي مش معايا. البنت دي في شهر 7 اللي فات كانت مروحه بيتها وهي ساكنه في الدور 13، الكهرباء كانت قطعه، وكان في واحد في العماره ساكن في الدور الثاني شافها وتحرش بيها على السلم. بعد كده صوتت وطلبت النجده وكلمت صحابها. النجده وصلت للمكان فكلموا الولد عشان ينزل. نزلت والده الولد ده وقالت لهم انا فلانه زوجة العقيد كذا. بعد ما عرفتهم هي مين، شتمت البنت المتحرش بها بأقذر الألفاظ وقالت للبنت أنا ابني وقع وانت اتحرشت بيه. فالبنت ما ردتش عليها لأنها كانت في صدمة وحالة انهيار. بعد كده وصل أبو الولد وقال لها إيه اللي حصل. قالت له أنا مش هتكلم هنا، أنا هتكلم في الاسم. وهددها وسط الناس كلها وقال لها أنا ههدلك البيت كله. طلعت على الاسم وعملت المحضر وبتقول ان والدها كان متوفي من سنتين وعايشه هي وامها في البيت ده لوحدهم. المهم والده البنت تعبت وكلمتها وقالت لها حصل موقف، كنت نازله في مدخل العماره وقابلني ابو الولد ومامته، شتمتني بابشع الالفاظ وقال لي يا قواده، واتكلم على شرف البنت المتحرش بيها هي واختها. وبعدين طلعت ام البنت على النيابه، حكت لهم وقالت لهم بنتي كانت عندكم الاسبوع اللي فات. قالوا لها اعملي محضر، عملت محضر. البنت بتقول لكل الناس اللي بتسأل على الكاميرات في العمارة، قالت هو الوحيد اللي في العمارة اللي عنده كاميرات. أم البنت وأخوها رايحين العمارة لبيتهم، نزل لهم أبو الولد وقال لأخوها يصح أختك تعمل كذا كذا، هو أنا يعني ابني مستنيها عشان يعمل؟ وألفاظ فحشة. رد أخو البنت قال له يعني أختي هتتبلى عليه ليه؟ هو مع العلم إحنا ساكنين في العمارة من سنة 94 ومفيش بيننا وبينكم أي تعامل. المهم الراجل ده مد ايده على ام البنت وجابها من رقبتها ضربها ووقعها على الارض وقال لها انا هموتك. ام البنت في الوقت ده فقدت الوعي. المهم عملوا محضر تاني وعملوا تقرير طبي باللي حصل ليهم. المهم النيابه في الاخر كلموا البنت المتحرش بيها علشان تحضر لان اهل الولد غيروا اقوالهم واتحكى كلام مختلف خالص وجديد وزاد ناس ما كانتش موجوده في الواقعه. والمفاجاه ان المحضر في النيابه زي ما هو ما اتحركش، والبنت وامها بره البيت بقالهم شهرين.